ورد إلينا هذا السؤال: ما هو المسنون لداخل المسجد؟ هل يبتدئ أولا بصلاة تحية المسجد ثم يسلم على الحاضرين فيه بعد أداء التحية، أو يبدأ أولا بالسلام على الحاضرين ثم يؤدي تحية المسجد بعد السلام؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن للمساجد آداب. من آداب المساجد أن يتوضأ الإنسان في بيته، وأن يذهب إلى بيت الله جل وعلا، وأن يقدم رجله اليمنى في دخول المسجد، تدخل المسجد بالرجل اليمنى، وأن يدعو بهذا الدعاء: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يدخل بقدمه اليمنى ثم يبدأ بصلاة ركعتين خفيفتين تحية للمسجد، لقول سيدنا رسول الله: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أم العلماء اختلفوا، طب يصلي ركعتين تحية المسجد لو في خطبة الجمعة ولا يجلس يستمع؟ منهم من قال يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس، ومنهم من قال بل يجلس يستمع الذكر والخطبة، لأن طلب العلم فرض وتحية المسجد نفل، ويقدم الفرض على النفل. في خلاف بين الفقهاء، لو صلى ركعتين خفيفتين وجلس لا شيء عليه، لو جلس وأنصت واستمع لا شيء عليه. يبقى دخول المسجد له آداب، هتدخل بالقدم اليمنى وتقول وانت داخل: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وانت خارج هتخرج بالرجل اليسرى، تقول بسم الله والصلاة على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك ومغفرتك. والإنسان وهو في المسجد يبدأ أولا بصلاة ركعتين، إلا في المسجد الحرام فتحية الكعبة طواف. لو داخل الكعبة المشرفة أو البيت الحرام تبدأ بالطواف، لأن تحية المسجد الحرام أو تحية البيت الحرام طواف. في فرق بين البيت، دخل صحن الكعبة يبقى يطوف، دخل المسجد جلس في أي مكان يصلي ركعتين. هذا الوارد عن سيدنا رسول الله. بعد ما يصلي ركعتين يسلم على الموجودين في المسجد إذا كان في غير وقت خطبة أو في غير وقت درس علم. يعني دخل قبل المغرب صلى ركعتين وجلس، لا أحد جالس، قال له السلام عليكم وسلم عليه. ده الأفضل وده المسنون عن سيدنا النبي. نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بسنته ومن السائرين على دربه ونهجه وهديه وطريقته، اللهم آمين يا رب العالمين.